دوري يعني الحمد لله يا رب مختلف ان شاء الله باذن الله يعجبكم. يعني هو المفروض فيلم اكشن كوميدي، واحنا المفروض ان احنا عصابه، كلنا عصابه وكلنا بنجري ورا بعض، وكلنا شويه بنبقى مع بعض وشويه بنبقى ضد بعض. هو يوم غريب، هو يوم واحد بس يوم غريب بتحصل فيه احداث كتير قوي وسريعه جدا. هو انا دوري مع امير كرار، يعني اللاين بتاعي كله مع امير، يعني شويه بشتغل مع باسم سمره وكده بس في العادي بشتغل مع امير اصلا اكتر. يعني 90% من الحاجات اللي انا قلتها في الفيلم اصلا امير كرار هو اللي قالها لي. امير دمه خفيف جدا جدا وبيفهم في الضحك جدا، ورايه مهم جدا في الضحك، يعني بجد من اكتر الناس اللي بيقول لك حاجه هي، يعني ما انت ممكن تقول كده تلاقيها والله حلوه فاهمه. وانا اللاين بتاعي كله في الفيلم صعب جدا لانه اكشن، بس اكشن بيتعمل فيا، فانا طول الوقت بولع وبكسر وعربيه بتخبطني فكان صعب الصعوبه في هنا بقى، لان انا عملت الحاجات كلها بنفسي. الدور في الاول ما كانش كده اصلا، يعني كان بشكل تاني، وبعدين لما اتكلمت مع استاذ حسين ومع امير فقلنا طب والله ممكن يبقى كده كده كده، فقعدنا عدلنا في الدور لحد ما طلع الحمد لله بالشكل اللي الناس هتشوفه في السينما. والله انا موقف دلوقتي، هو اتعرض عليا حاجات كتير الحمد لله رب العالمين، بس انا موقف دلوقتي لحد لما يعني نشوف رد فعل الفيلمين، لان متوقع انه بعدهم ان شاء الله يجي حاجات كبيره ان شاء الله باذن الله. هو الفيلمين يعني انا عامل البعبع ومستر اكس، لانه الفيلمين كمان هو من كرم ربنا انه هينزلوا مع بعض، ومن كرم ربنا انه الناس هتشوفني ممثل، لان انا في الفيلمين مختلف تماما عن بعض، وش على مستوى الشكل وعلى مستوى الاداء وعلى مستوى الدور كل حاجه. يعني ده فيلم كوميدي جدا وفيلم بيناقش قضيه او رساله معينه يعني، وده فيلم اكشن كوميدي، ده شكل وده شكل تاني خالص مختلف يعني.